السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم أسوأ صادق. ما زلنا في الفصل التاسع من منهج نظم تشغيل أكاديمي، والذي يتحدث عن الـ Virtual Memory. شرحنا الكثير من الأساسيات عن هذا الموضوع، وشرحنا كذلك أيضا الأساسيات عن موضوع الـ Page Fault والـ Page Replacement وغيرها من الأمور الأخرى. الآن وصلنا إلى موضوع مهم جدا أيضا، اللي هو أيضا من ضمن يعني مكونات هذا الفصل، والذي هو يتحدث عن كيفية إسناد الـ Pages أو الـ Frames إلى الـ Processes، العمليات التي تطلبها. كم عدد البيجز، كم عدد الفريمز التي نقوم بإعطائها لكل بروسيس. طبعا هذا الشيء يعتمد على نظام التشغيل والآلية التي تعمل في داخل نظام التشغيل، يختلف هذا الشيء من نظام إلى آخر. راح نتحدث عن بعض التقنيات المستخدمة في هذا المجال، وأول تقنية يسموها الوركينج سيت موديل، اللي هو نموذج مجموعة العمل. هنا طبعا راح يتم تقسيم الذاكرة والفترة الزمنية التي يعمل بها أي بروسيس إلى chunks أو أجزاء معينة. هنا الدلتا عندنا راح تكون هي الوركينج سيت ويندو، اللي هي نافذة مجموعة العمل، واللي هي عبارة عن fixed number of page references، اللي هو عبارة عن عدد ثابت من البيج ريفرنسز، اللي هي الرجوعات إلى الذاكرة. أي أنه ليس هناك عملية مستمرة لجلب البيجز من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية ومنها إلى المعالج في كل مرة، وإنما يتم تقسيم البيج ريفرنسز، اللي هو طلب الصفحات، إلى عدد محدد من الرجوع إلى الصفحات، واللي يسمونه الويندو النافذة. كمثال مثلا، إذا كان عندنا 10,000 instructions في بروسيس معينة، هنا الـ WSSI راح يكون هو الـ Working Set of the Process PI، اللي هو مجموعة العمل للعملية اللي اسمها PI، واللي هو راح يكون هو العدد الكلي للصفحات التي تحتاجها هذه الـ Process in the most recent delta، اللي هو varies in time، والذي هذا الشيء يتغير في الفترة الزمنية يعني من مكان إلى آخر. الدلتا مثل ما ذكرنا هو النافذة التي يستخدمها المعالج لطلب صفحات من الذاكرة، واللي هي طبعا تحدد عدد الصفحات التي يطلبها المعالج في الوقت في الثانية الواحدة أو في الفترة الزمنية الواحدة. هذه الدلتا قد تحتوي على WSSI، WSSIJ وغيرها من الأمور الأخرى، يعني تحتوي على مجموعات صفحات تابعة لمجموعة من البروسيسز، من العمليات، مو شرط تكون كلها تابعة للعملية الواحدة فقط. إذا كانت هذه الدلتا، اللي هي الفترة الزمنية أو النافذة للطلب الصفحات، صغيرة جدا، هذا راح يسبب لنا it will not encompass entire locality، هذا معناته هذه النافذة من عدد الصفحات لن تضم في داخلها locality أو تغطية منطقة جغرافية كواحدة متكاملة لبروسس معينة. إذا تذكرون آخر شيء شرحناه في المحاضرة السابقة كان هو اللوكاليتي، واللي هو ذكرنا فيه أنه أغلب العمليات تحتوي على مجموعة من اللوكاليتيز، اللي هي المناطق الجغرافية التي تتواجد في داخلها الصفحات التابعة لهذه العملية. مثلا هنا نلاحظ بأنه هذه لوكاليتي محددة لعملية معينة، مثلا هذه قد تكون هي لوكاليتي تابعة لنفس العملية أو لعملية أخرى، هنا هذه اللوكاليتي أيضا قد تتبع للعملية الأولى أو العملية الثانية. فهنا يقول بأنه الدلتا، اللي هو الويندو أو النافذة لعدد البيج ريفرنسز، إذا كانت صغيرة جدا فإنها لن تضم لوكاليتي متكاملة، فبالتالي راح تسبب لنا مشاكل، لأنه في كل مرة راح نحتاج أنه نطلب بيجز إضافية تابعة لهذه اللوكاليتي. أغلب الأحيان تكون هذه اللوكاليتي هي عبارة عن المين بروجرام أو سبروتين أو فانكشن أو كلاس، نحتاج أنه نقوم بجلبها كلها. إذا كانت الدلتا صغيرة جدا فلن نستطيع جلب اللوكاليتي بأكملها، فبالتالي راح تسبب لنا بيج فولت كثيرة. إذا كانت الدلتا كبيرة جدا فهذه راح تضم منه multiple localities، several localities، أي أنه راح تضم مجموعة عمليات معينة، يعني عدة عمليات في الوقت الواحد، يعني صفحات تابعة لعدة عمليات. أما إذا كانت الدلتا هي infinity، يعني ما لا نهاية، فهذه راح تضم entire program، راح تضم البرنامج كاملا، واللي هو هذا الشيء طبعا يعني نادر الحدوث، لأنه أصلا الهدف الرئيسي من استخدام virtual memory هو تقليل الدلتا، لأنه الدلتا إذا كانت كبيرة جدا معناتها الرام كبير جدا، ويعني حجمه مقارب إلى حجم الهارد ديسك، وهذا الشيء هو يعني غير شائع، يعني غير موجود في الحاسبات في عالم اليوم. طبعا الدي هنا راح تكون هي السميشن، اللي هو مجموع كل ال WSSIs، واللي هو Total Demand Frames، اللي هو العدد الكلي للفريمات المطلوبة. وطبعا هنا نحاول أنه نجعلها مقاربة إلى اللوكاليتي، يعني اللوكاليتي اللي هي طبعا راح تكون هي العدد الكلي للفريمز المطلوبه في الثانيه الواحده، نحاول انه نجعل الدي تقارب اللوكاليتي الكليه لاي برنامج معين. وطبعا مثل ما ذكرنا اللوكاليتي تختلف من بروسس الى اخرى، من برنامج الى اخر، اعتمادا على حجم هذا البرنامج. هنا اذا كانت الدي اكبر من الام، الام اللي هو حجم الذاكره، هنا راح يصير عندنا ثراشنج كبيره جدا، اللي هي مثل ما ذكرنا الثراشنج هي عمليه دخول المعالج في حاله سوابينج ان اند سوابينج اوت
للبروسيسز او البيجز يعني بدون التركيز على عمليه البروسيسنج. يعني المعالج راح يصرف اغلب وقته في ادخال واخراج العمليات الى داخل الرام، ولن يكون هناك وقت كافي لمعالجه هذه البروسيسز او البيجز، لانه راح يكون عندنا الكثير من البيج فولت. فهنا اذا كانت عندنا الدي اكبر من الام مثل ما ذكرنا، then suspend or swap out one of the processes. هنا نحتاج انه نقوم بعمليه suspend، ايقاف مؤقت او اخراج واحده من العمليات لكي تكون عندنا عمليات اقل، وبالتالي راح تكون عندنا page fault اقل ايضا. هنا نلاحظ بانه في لحظه من اللحظات اذا كانت عندنا البيجز التي نقوم باستدعائها هي 2 و6 1 5 7 5 1، فهنا راح يكون عندنا ال WS اللي هو الوركينج سيت في هذه اللحظه هي البيجز اللي هي 1 2 5 6 7 طبعا بدون تكرار، يعني هو مثل قوانين المجموعه العاديه اللي هي نقوم باعداد كل العناصر بدون تكرار. بعد ذلك اذا كان عندنا في لحظه من اللحظات ايضا هذه الويندو اللي هي تحتوي على فقط 3 4 4 4 3 4 وفقط 3 و4، هنا نلاحظ بانه الوركينج سيت الخاصه بنا او مجموعه العمل الخاصه بهذه الويندو هي فقط ال3 وال4، فبالتالي نلاحظ بانه ال3 وال4 هنا موجوده في لوكاليتي لوحدها، وهنا ايضا عندنا ال1 2 5 6 7 موجوده في لوكاليتي اخرى. هذا هو الهدف من هذه العمليه، فبالتالي هنا راح تكون مختلف نظم التشغيل، ستحاول ضبط الدلتا وضبط الدي او ضبط ال WSSI لكي تكون ملائمة للعمليات الشائعة في هذا النظام. Keeping track of the working set، كيف نستطيع المحافظة او تتبع مجاميع العمل للعمليات المختلفة؟ طبعا approximate with interval timer and reference bit، هنا نحاول انه نقوم بالتقريب التتبع لهذه العمليات من خلال الانترفال تايمر اللي هو العداد لفتره زمنيه، واستخدام الريفرنس بيت. الريفرنس بيت اللي هو مثل ما ذكرنا سابقا يقوم يتم ضبطه بواحد اذا تم يعني طلب هذه البيج من قبل المعالج، ويبقى صفر اذا كانت البيج موجوده في الذاكره ولكنها غير مستخدمه من قبل المعالج. مثلا اذا كانت الويندو الخاصه بنا هي 10000، وبالتالي راح يكون عندنا 10000 استدعاء للبيجز في النافذه الزمنيه اللي اسمها دلتا. هنا التايمر راح يقوم بعملية انتربت مقاطعة بعد كل 5000 وحدة زمنية، ونقوم بالحفاظ على 2 من البتات لكل وحدة من البيجز لكل وحدة من الصفحات، يعني 0 و0 0 1 1 0 1 1، يعني هذين التو بيتس تقبل 4 حالات. عندما يقوم التايمر بعمل الانتربت سنقوم بكوبي اند سيت ذا فاليوز اوف اول ذا ريفرنس بيتس تو 0. عندما تحصل عملية الانتربت راح نقوم بنسخ وضبط البتات الخاصة بكل ريفرنس بيت هي 0. If one of the bits in the memory يساوينا واحد معناته ال page is in the working set. إذا واحد من هاي البتات الخاصة بهذين ال two bits إذا واحد من كان واحد، يعني إذا كانت 0 1 أو 1 0 أو 1 1 راح هذا يدل على أنه ال page موجودة حاليا في ال working set. إذا عرفنا أنه ال page موجودة في ال working set فبالتالي إحنا حافظنا على التراكنج اللي هو تتبع حالة ال working set وعدد ال pages الموجودة في داخلها في اللحظة الحالية. هنا يقول بأنه why is this is not completely accurate، لماذا هذه العملية ليست دقيقة تماما؟ طبعا الجواب على هذا السؤال موجود في أحد الأسئلة الموجودة في نهاية الفصل، وراح نتركه لكم كهومورك، يعني إذا قدرتوا تجاوبون إياه في التعليقات يكون جميل جدا، وإذا ما قدرتوا تجاوبون عليه إن شاء الله راح نحاول أنه نجاوبه في التعليقات. الامبروفمنت التطوير على هذه العملية، لأنه هذه العملية مثل ما ذكرنا هي not completely accurate، غير دقيقة 100%. على مود نخليها دقيقة 100% راح نستخدم بدل ما 2 bits راح تكون عندنا 10 bits و interrupt every 1000 time units، وبدل ما تكون عندنا المقاطعة كل 5000 وحدة زمنية راح تكون عندنا المقاطعة كل 1000 وحدة زمنية. وأيضا السبب اللي يجعل هذه الحالة أفضل من هذه الحالة هو أيضا موجود ضمن الأسئلة لنهاية الفصل، وأيضا إذا قدرتوا أنه تعتبرونه كهوم وورك وحليتونا إياه في التعليقات يكون جميل جدا، أذروايز يعني إذا ما قدرتوا راح يتم نشره إن شاء الله في التعليقات. هنا اكو عندنا في الطريقه الثانيه من خلالها نستطيع تتبع الوركينج سبيس اللي هي مور دايركت ابروتش ذان ذا وركينج سبيس موديل. هنا نقوم بضبط ما يسمى بالاكسبتابل بيج فولت فريكوانسي اللي هو معدل تكرار حاله البيج فولت، معدل تكرار طلب الصفحات وعدم وجودها في الذاكره الرئيسيه. هنا طبعا سنقوم بالمحافظه على فد البيج فولت فريكوانسي محدد ريت يعني معدل ثابت، and use the local replacement policies، ونستخدم خوارزميات الاستبدال المحلية اللي تحدثنا عنها سابقا في المحاضرة السابقة. هنا إذا كان عندنا الـ actual rate is too low، إذا كان معدل حصول الـ page fault قليل جدا لعملية معينة، فهذا يدل معنى ذلك أن العملية ستخسر بعض الفريمات الخاصة بها، لأنه هي معناته حصلت على الفريمات أكثر من اللازم. أما إذا كان المعدل كبير جدا، معدل حصول البيج فولت كبير جدا، فهذا يدل على انه العمليه لم تحصل على فريمات كافيه، فبالتالي هي ستقوم بالحصول على فريمات اضافيه.
طبعا تاخذها من العمليات الاخرى باستخدام اللوكال ريبليسمنت بوليسيز اللي تحدثنا عنها في المحاضره السابقه. فهنا نلاحظ بانه هذا المخطط يشرح لنا الحاله اللي تحصل عندنا العلاقه ما بين النمبر اوف فريمز والبيج فولت ريت. البيج فولت ريت معدل البيج فولت اذا كان كبير جدا راح نزيد عدد الفريمات المخصصه للعمليه. فهنا شنو انكريز، طبعا هذا الابر باوند وهذا اللور باوند، احنا نحاول نحافظ على البيج فولت ريت فريكوانسي ضمن هذا النطاق اللي هو مثل ما ذكرنا اكسبتابل ريت، معدل مقبول راح يكون موجود ضمن هذا الابر باوند واللور باوند اللي هو الحد الاعلى والحد الادنى. فاذا كانت عندنا عدد البيج فولت اكبر من الحد الاعلى راح نزيد عدد الصفحات او الفريمز الخاصه بالعمليه الحاليه. اما اذا كان عدد البيج فولتس اقل من الحد الادنى فهنا راح نقلل عدد الفريمز المخصصه للعمليه. فهنا تلاحظ اذا اتجهنا بهذا الاتجاه راح تقل عدد الفريمز نمبر اوف فريمز، اما اذا اتجهنا بهذا الاتجاه فراح يزيد عندنا عدد الفريمز المخصصه لعمليه معينه. فهنا اذا كان عندنا البيج فولت فريكوانسي اقل من اللور باوند نقلل عدد الفريمز، اما اذا كان اكبر من ابر باوند راح نزيد عدد الفريمز. هذا هو الطريقه اللي من خلالها نستطيع المحافظه على الوركينج سيت الخاصه بنا يعني مناسبه لعدد الصفحات المطلوبه من قبل كل عمليه. هنا ايضا عندنا الوركينج سيت اند ذا بيج فولت ريتس. هنا نلاحظ بانه هناك علاقه مباشره ما بين مجموعات العمل ومعدل حصول البيج فولت. هناك دايركت ريليشن شيب مثل ما ذكرنا، يعني علاقه مباشره بين يعني مجموعه العمل لعمليه معينه ومعدل حصول البيج فولت لهذه العمليه. طبعا الوركينج سيت يعني مجموعه العمل اللي هي الصفحات المستخدمه حاليا من قبل المعالج والتابعه لعمليه معينه تختلف مع الزمن. بيكس اند فاليز اوفر تايم، يعني هناك قمم ووديان في مع الزمن. لاحظ بانه في اللحظه صفر عندما يقوم المعالج بطلب بيجز معينه خاصه ببروسس معينه، بالبدايه طبعا اول وصول لاي بيج هو بيج فولت لانه تكون غير موجوده في الذاكره، فبالتالي راح يكون عندنا البيج فولت ريت معدل حصول البيج فولت كبير جدا في البدايه، ثم بعد ذلك ينخفض لانه اغلب البيجز اللي راح يطلبها المعالج بعد ذلك راح تكون هي موجوده في الذاكره الرئيسيه اصلا. ثم بعد ذلك ندخل بالوركينج سيت الثانيه، ايضا راح يكون عندنا طلب لبيجز جديده، فراح يصير عندنا البيج فولت عالي جدا ثم ينخفض، وبعد ذلك راح نعمل على بيجز اغلبها موجوده في الذاكره، وهكذا تستمر العملية. page faults عالية جدا في البداية ثم تنخفض، وبعد ذلك نعمل على pages موجودة أغلبها في الذاكرة، وهكذا بالنسبة لكل العمليات. واحدة من المشاكل الرئيسية أيضا اللي تواجهنا في إدارة الذاكرة الافتراضية أو virtual memory هو ما يسمى بالميموري mapped files. احنا نعرف بأنه الملفات الموجودة في الذاكرة الرئيسية لها عناوين تختلف عن عناوينها الموجودة في الذاكرة الثانوية، كذلك الملفات الموجودة في أجهزة الإدخال والإخراج عناوينها وكيفية خزنها تختلف عن كيفية خزنها وعناوينها الموجودة في الذاكرة الرئيسية والذاكرة الثانوية. فهنا عندنا راح تكون عملية المابينج. المابينج اللي هي تحويل العناوين ما بين نوعين من الذاكرة. فهنا طبعا يعني هناك الكثير من التفاصيل، الفكرة من هذه هذا السلايد يعني طبعا يحتوي على الكثير من التفاصيل، ممكن انه يعني نسخه مباشرة ووضعها في الجوجل لمعرفة الترجمة الحرفية، ولكنه المسألة بالاساس انه بدل ان نستخدم الريد والرايت لعمليه السيستم كولز، طبعا هذني يعني نداءات النظام اللي اسمها ريد ورايت لاجهزه الادخال والاخراج، راح نقوم بنسخ الملفات من اجهزه الادخال والاخراج الى ذاكره فيزيكال ميموري في داخل الحاسوب اللي هي قد تسمى بفر او قد تسمى يعني كاش، وبعد ذلك نقوم باستدعائها بشكل طبيعي حال يعني الذاكره من الذاكره الثانويه الى الذاكره الرئيسيه. وهنا طبعا يعني بعد انتهاء هذه العمليه راح نستخدم الكلوز سيستم كول. نفس الحالة هنا أيضا يعني يقوم بإعادة العمل، يقول بأنه بعض نظم التشغيل تستخدم الميموري مابت فايلز فور ستاندرد انبوت اوتبوت، يعني بدل ما نستخدم الستاندرد انبوت اوتبوت نستخدم الميموري مابت فايلز، كأنه نعتبرها هي ملفات محولة من ذاكرة إلى ذاكرة أخرى. فهنا البروسيس كان اكسبليسيتلي ريكوست ميموري مابت فيا ذا ام ماب سيستم كول، اللي هو ام ماب هي مختصر ميموري ماب. فهنا راح نستخدم الميموري ماب بدل أن نستخدم الأوبن والريد والرايت والكلوز الخاصة بأجهزة الإدخال والإخراج. ايضا هنا يقول يوز افينشيت ميموري مانجمنت سب سيستمز افويد نيدنج سيبريت سب سيستم. هنا ممكن نستخدم الكوبي اون رايت اللي ايضا شرحناه في الفصل السابق، اللي هو فقط نقوم بعمليه كتابه الملفات الى الذاكره الثانويه اذا كانت هناك تغييرات في هذه الملفات. ميموري مابت فايلز كان بي يوزد فور شيرد ميموري، ايضا كل هذه الامور مثل ما شرحناها. هنا يوضح ان هذا الكلام يعني بشكل مختصر يقول بانه اذا كانت العمليه اي في الذاكره الافتراضيه والعمليه بي في الذاكره الافتراضيه تحتوي على بيجز مشتركه، يعني شيرد بيجز او شيرد ميموري،
فهنا نلاحظ بأنه الفيزيكال ميموري طبعا هنا البيج رقم واحد من العملية البي راح تشير إلى هذه البيج المخزونة، إلى الفريم المخزون في الذاكرة الرئيسية أو في الفيزيكال ميموري. ونفس الحالة بالنسبة للبروسيس أي، البيج الموجودة في داخلها راح تشير إلى الفريم اللي اسمه أي أو اسمه 1 موجود في الذاكرة الفيزيائية. فهنا تلاحظ بأنه كلا العمليتان تشيران إلى نفس المكانات لأنه هي شيرد ميموري، ولكنه في الديسك فايل راح تكون هي هناك نسخة واحدة فقط. هذه النسخة يتم جلبها إلى الفيزيكال ميموري، ثم بعد ذلك تستطيع العمليات الوصول لها بشكل مباشر. هذا الديسك فايل طبعا مثل ما ذكرنا قد يكون هو يعني هارد ديسك او سكندري ميموري، او قد يكون جهاز ادخال واخراج يعني انبوت اوت بوت ديفايس. هنا ايضا نلاحظ بانه البروسيس 1 تحتوي على شيرد ميموري، البروسيس 2 ايضا فيها شيرد ميموري. هذه الشيرد ميموري يتم طبعا وضعها هنا في مكان اسمه الميموري مابت فايل، ايضا يتم وضعه في داخل الفيزيكال ميموري. وبعد ذلك نقوم باستخدام نفس السيستم كولز الخاصه بالشيرد ميموري بدل ان يتم استخدام الانبوت اوت بوت ستاندرد سيستم كولز. الشيرد ميموري ان ويندوز اي بي اي ابلكيشن بروجرامينج انترفيس ايضا هنا فيرست كرييت ا فايل مابينج فور ا فايل تو بي مابت. اولا نقوم بانشاء ما يسمى بالفايل مابينج لكي يتم تحويل هذا الفايل. طبعا مثل ما ذكرنا المابينج هي تحويل ما بين ذاكرتين مختلفتين من حيث عمليه العنونه. Then establish a view of the file, mapped file in the process's virtual address space. بعد ذلك نقوم بإنشاء view اللي هو عبارة عن حجز موقع في الذاكرة لهذا الملف الذي تم تحويله في الذاكرة الافتراضية الخاصة بهذه العملية. كمثال إذا أخذنا الـ producer consumer problem واللي أيضا شرحناها في الفصول الأولى إذا تذكروها، يعني مسألة المنتج والمستهلك. الـ producer هنا راح يقوم بإنشاء فد object اللي هو قد يكون مثل ما ذكرنا class أو function أو subroutine من نوع shared memory يعني ذاكرة مشتركة باستخدام memory mapping features باستخدام نفس يعني خصائص تحويل الذاكرة اللي تحدثنا عنها. الفايل open file via create file، هنا طبعا يتم فتح الملف من خلال هذا system call اللي اسمه create file، ونقوم بإرجاع الهاندل اللي أيضا تحدثنا عنه في الفصول الأولى من هذا المنهج. create a mapping via create file mapping، أول شيء يعني مثل ما ذكرنا create file ثم بعد ذلك إرجاع الهاندل ثم create the mapping يعني إنشاء التحويل من خلال استخدام السيستم كول اللي اسمه create file mapping واللي راح يقوم بإنشاء named shared memory object اللي هو عبارة عن عنصر في ذاكرة مشتركة له اسم محدد. طبعا create via the map view of file أيضا هذا السيستم كول يتم استدعائه بعد ذلك لإنشاء الفيو الخاص بهذا الملف. وهناك كود كامل خاص بهذه العملية يعني موجود كمثال موجود في التكست بوك. بما أنه ذكرنا هنا السامبل كود in the textbook فهذا يدل على أنه هذا المثال هو مهم جدا، يعني يفضل أنه يتم الرجوع إلى الكتاب للاطلاع على المثال كاملا الخاص بعملية shared memory in the Windows API. أعتقد أنه سيكون هناك يعني مثال موجود بلغة الـ C++ أو جافا لشرح عملية الميموري مابينج في الويندوز يعني لنظام تشغيل الويندوز. الالترنيتنج كيرنل ميموري، هنا طبعا كل اللي تحدثنا عنه سابقا هو كان الميموري الخاصه باليوزر سبيس. الكيرنل ميموري اللي هو الذاكره الخاصه بنواه النظام طبعا تريتد ديفرنتلي فروم ذا يوزر ميموري، يتم التعامل معها بشكل مختلف عن ذاكره المستخدمين. اوفن الوكيتد فروم ا فري ميموري بول، عاده يتم تخصيصها من قبل الحوض الذاكره الفارغه اللي تحدثنا عنها في المحاضره السابقه. الكيرنل يقوم بطلب الذاكرة أو يعني نواة النظام تقوم بطلب ذاكرة for structures of varying sizes، طبعا يتم طلب الذاكرة لهياكل مختلفة الأحجام. هذا شيء طبيعي طبعا لأنه احنا نتعامل مع أي نوع من أنواع الفاريبلز هي تكون مختلفة الحجم. Some kernel memory needs to be contiguous، بعض الذاكرة التي يحتاجها نواة النظام تحتاج أن تكون متجاورة، يعني من الصعب أنه تخصيص جزء من الذاكرة هنا وثم جزء بعيد عنه، وإنما الكيرنل يحتاج أن تكون الذاكرة متجاورة. طبعا هذا الشيء لتسريع التنفيذ، يعني عادة الكيرنل هو يتم استدعائه أكثر من بقية البرامج في النظام، وبالتالي كون البيانات الخاصة به contiguous متجاورة راح يسرع لنا عمل النظام ويخلق لنا فد locality تكون مفيدة لتسريع الأداء. طبعا مثل ما هو موجود للديفايسز انبوت اوت بوت، يعني هنا ايضا ملفات الانبوت اوت بوت سيتم تحويلها الى فد شيء يشبه الكيرنل ويتم خزنها في الذاكره. البادي سيستم هذا ايضا واحد من الانظمه التي يتم استخدامها لتخصيص الذاكره الى العمليات، وهذا ان شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضره القادمه. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامه.